السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام داخل الوطن والجالية المغربية. كما عودتكم قناة إيموبيلي مسفيوي ديما الجديد عقارات المحفظين في مواقع جد ممتازة واللي كتوفر فيهم شروط الدعم ديما الجديد إن شاء الله. كنتمنى بارتاجوا وتغطوا على الجرس وتشاركوا في القناة باش توصلوا إن شاء الله بكل ما هو جديد، والاشتراك راه فضلا منكم. شقق في موقع جد ممتاز في مدينة بني ملال قراب من كنينيك جبران ديما الجديد إن شاء الله. هاد الشقق اللي كيتكونوا من دو شومبر، صالون، لا كويزين إيكيبي، صال دوبا، مشمشين، كتوفر فيهم شروط الدعم، محفظين مع إمكانية وعد بالبيع، مساحة تقريبا 70 متر. شكرا لجميع الناس اللي كيتصلوا تيبغيو يتاكدوا واش منير مسفيوي. شكرا لكم على الثقه ديالكم. الثمن ابتداء من 52 مليون قابل للتفاوض، والثمن كيختلف على حسب ليطاج. شقق المشمشين اللي كيتواجدوا في اير بليس 3، كل جوج ديال الشقق في طاج. عاد كاينه الدوبليكس ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم ايموبيلي مسفيوي. فينيسيون اللي متقونه، وكنبغي نشكركم بزاف، وكنتمنى تشاركوا في القناه وتبارطاجيو وتضغطوا على الجرس فضلا منكم. كنتمنى تقدروا هاد المجهودات اللي كنديروا باش كنجيبوا لكم هاد العقارات اللي محفظين وفي مواقع جد ممتازه. طريقة الاشتراك في القناة باش ما تضيعوش الفرصة ديال بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي يكونوا في القناة اللي متنوعين، اللي تيكونوا بالنسبة للعقار وبالنسبة لبزاف ديال الفيديوهات غادي يكونوا على القناة اللي متنوعين، ماشي غير في العقار، بزاف ديال الحوايج اللي غادي تستافدوا منهم ان شاء الله. كنتمنى تشاركوا وتبارطاجيو وتضغطوا على الجرس باش ما تضيعوش الفرصة. واللي عنده اي عقار للبيع ولا للكرا غير يتصل. الف مرحبا بكم.